بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الأول من مجموعة الدروس الجديدة باسم Top of the Day. هي مجموعة دروس مختلفة بمواضيع مختلفة، في كل فترة راح يكون في درس جديد بيحكي عن موضوع مختلف، أو بالأكثر يكون يعني مقسم إلى درسين. راح أحكي في هذا الدرس الأول عن مجموعة Image Plane. Image Plane هذا موضوع مهم للي بيعملوا موديلينج. الموديل لما تعمل مثلا مجسم لسيارة أو مجسم لكمبيوتر أو مجسم لغرفة، من الأفضل أو لوجه مثلا أو لكاركتر معين، من الأفضل أنك تضع الصور المختلفة من الجنب ومن الأمام ومن الفوق على مساحة العمل هون لتضبط أبعاد الشكل. أول طريقة لاستعمال رح تكون مواضيع مختلفة في هذا الدرس، ركز معي وخليك وتابع معي. أول شيء خلي نشوف الفور فيوز اللي هم رايت كليك على هاي المجموعة، هاي الجهة من الشاشة، وفور فيوز أو الكليك على هذه الآيكون بهذا الشكل إذا ظاهر أمامك. حتلاقي في مايا في عنا التوب فيو أو والفرونت فيو والسايد فيو، مكتوبين كل أسماءهم تحت، أو بتقدر تكبس على السبيس بار على المسافة على المسطرة هاي على الكيبورد. أوكي، لو كبست على اي واحدة منهم حتلاقي هي بيصير التكبير عليها. مباشرة حتعرف انه الشكل بيظهر عندك بالثلاث ابعاد لما تشوفه على البرسبكتيف، الثلاث ابعاد اللي هم التوب فيو والفرونت فيو والسايد فيو. يعني لما بدي احط صورة عشان اضبط ابعادها، من المهم انه يكون عندي على الاقل التوب فيو او الفرونت فيو او السايد فيو. ممكن صورة واحدة تكون تفي بالغرض، ولكن ليكون الضبط مظبوط أكثر بكون عندي مساقط أكثر للشكل، بنسميهم مساقط باللغة الهندسية. أهم موقع أو من أهم المواقع الموجودة على هذا الموضوع اللي هو موقع اسمه The Blueprint. The Blueprint هو موقع ممتاز للمساقط تجيبها عنها، بنسميها Blueprint أو بسميها هو الموقع. هلأ The Blueprint Database أول آيكون أو أول منيو فيها، لو كبست عليها حتلاقي مجموعة كبيرة مقسمة حسب الكاتيجوري الموجودة أمامك. في عنا الكارز، في عنا الموتوسايكل والترينز والآيفون أو الفونز بشكل عام والهيومنز والشغلات هاي. بتقدر أنت تشوف الكاتيجوري اللي بدك إياها، ولتكن الكارز أو السفن أو اي شيء تاني. الكارز حيعطيك كل انواع السيارات الموجودة امامك، في عنا الجيب، الفورد، الكيا، الهوندا، الاودي، اي شيء. لو اخذت بشكل عشوائي، لو اخذت مثلا البي ام دبليو فتحت عليها حتلاقي مجموعة كبيرة من الصور. اوكي، هون مكتوب هيو 35 images امامك. اوكي، لو شفت اي نوع من انواع السيارات اللي بدك اياها من البي ام دبليو، لو كبست اي موديل هون الموديلات، حتلاقي في الصورة او الكاتيجوري هون الموجودة، هون ابعاد الصورة الموجودة امامك، وفي عنا احرف اللي هم الاف والتي والار والاس. هدول مجموعة الصور اللي هم الاف يعني فرونت، والتي يعني التوب، والرير يعني الخلف، والاس اللي هي السايد فيو. وعندك كل واحدة عليها تشيك، في بعض الانواع زي هاي ما في الا السايد فيو الها، يعني انت تشوف المناسب. في بعض الصور ما فيهم التوب فيو، فيهم بس الفرونت والرير والسايد فيو، يعني انت تشوف المناسب لك. لو شفنا فيها صورة فيها الفل الاربعة مثلا، لو جبنا هذا الموديل مثلا بي ام دبليو اف 1 في 12، حتلاقي انها سيارة من هذا النوع. شوف، لاحظ انه عندنا السايد فيو هذا، وهذا التوب فيو، وهذا من الامام ومن الخلف، وممكن هاي تعتبرها من الوسط. اوكي، هذه الصورة مثلا انت حبيت تعمل موديل لهذه السيارة عشان تضبط ابعادها قدر الامكان، تقدر تروح لهذا الموقع اشترك فيه بسهولة وفري، موقع عام، حتلاقي فيه داونلود ايمج. هون داونلود ايمج لو كليك واحدة عليها حيبدأ يعمل داونلود بطرف الشاشة بين عندك، حتروح على التنزيلات او الداونلودز وتشوف العرض في المجلد، وافتحي هذه الصورة على الفوتوشوب مباشرة. لما تفتحها على الفوتوشوب حتعطيك اياها على شكل لاير، اكبس F7
عشان تشوف اللايرز. طبعا انا بحكي معلومات عامة على الفوتوشوب، لو ما بتعرف تشتغل على الفوتوشوب تابع معي على الاقل عشان تعرف تاخد الصور من الفوتوشوب. اول شيء حتلاحظ انه داخل اللايرز اسمها اندكس، واندكس هاي لما تعمل اكسبورت مثلا للجي بي جي، لما تسيف از، شفتوا كنترول او اس على الكيبورد، حتلاقي انه ما في عندنا جي بي جي، ما في جي بي جي لانه الصورة عبارة عن اندكس، والاكستنشن الاصلا تبعها اللي هو جيف جي اي اف، لما تنزلها من الموقع تيجي على شكل جي اي اف مباشرة بسهولة. عشان تحولها ل باك جراوند روح على قائمة ايمج مود واختار مثلا ار جي بي كما مجموعة الوان، او سي ام واي كي للطباعة، احنا بنيها للكمبيوتر خليها ار جي بي كلر، اوكي صار اسمها باك جراوند الصورة. اول خطوة تعملها على الفوتوشوب اختار الكروب تول، حرف السي على الكيبورد، او هي اللي هي الاداة 1 2 3، الاداة الخامسة على الادوات هدول. اختار مثلا هذه الصورة نسميها سايد فيو، اختار حولها وحاول تكون الشكل 100% لأبعد نقطة من اليمين، من الجهة اليمين، ومن تحت لأبعد نقطة من تحت، ومن الشمال لأبعد نقطة، اوكي، ومن فوق لأبعد نقطة فيهم. لاحظ الصورة مضبوطة على هذا الشكل صارت، وكبست انتر على الكيبورد صارت عندك الصورة بشكل واحد. اكبس سيف از، شفت مع كنترول مع اس على الكيبورد، او روح على المنيو فايل سيف از، وبدك تسيفها داخل البروجكت، روح ارجع قبل ما نسيفها باي مكان، ارجع على مايا، اوكي، روح على فايل واعمل بروجكت ويندو، من بروجكت ويندو روح واختار نيو بروجكت، داخل النيو بروجكت اعطيه اسم هون، وروح على بهذا الفولدر واختار مكانه وحط البروجكت بالمكان اللي بدك اياه، وليكن على الديسكتوب مثلا، تروح هون على الديسكتوب وبتعمل نيو بروجكت وبتعمل فيه، اوكي، وبعديها بتحط الصور داخل السورس ايمجز. يعني لو رحت داخل الفولدر اللي عملته، انا سميته تب ماي بروجكت، حتحط الصور داخل السورس ايمجز، اوكي سورس ايمجز، لانه داخل البروجكت اللي عملناه حتلاقي مجموعه من الفولدرات الموجوده. طبعا هذا حكيناه باول درس بالمايا بيسكس، حكينا عن او من اول الدروس اللي بالمايا بيسكس حكينا عن البروجكت منيو. على كل الاحوال بتكون عندنا هذا البروجكت يعني مشروع جديد، وحيكون السورس ايمجز هو الفولدر الموجود اللي نحط فيه داخله الصور اللي بنعملها، اوكي، بتروح بالمايا بالفوتوشوب عفوا كنا نشتغل فيه، تروح على كمبيوتر وين حطيته انت الفايل بتدور عليه، حتلاقي فيه البروجكت هاد، حتلاقي فيه سورس ايمجز اخر فولدر، حتسميها هاي سايد فيو، اوكي سايد او حرف الاس او ايش بدك اياه، وتسيف الاكستنشن مثلا بي ان جي بصير جي بي جي بصير خليه بي ان جي، واكبس سيف بريس اوكي. اوكي هلا هون احنا وين الصور عملنا كروب، هلا بتقدر تعمل اندو كنترول مع زد، اذا ما زبطت اكبس معاها الت كنترول الت مع زد مره حترجع، او بتروح على الويندو هيستوري، اوكي بترجع فيها خطوه خطوه للخلف. على كل الاحوال اندو تفي بالغرض. هذا السايد فيو، هلا بدنا مثلا التوب فيو، حنختار بنفس الطريقه بالضبط، اضبط الصوره على الابعاد تقريبا تكون عندك عند ابعد نقطه من فوق، اوكي في بعض الزوائد هون بتلاقي في اختلاف بالصوره لانه الخط او القلم مرسوم فيه عريض، لما تشتغلها موديل بين معك اوضح ما بيأثر. هو العجل الخلفي ابعد من العجل الامامي، اوكي خلنا على العجل الخلفي على اساس انه اوسع، اوكي ومن الامام خليها على الامام 100%، بريس انتر وسيف از، شفت مع كنترول مع اس، وسميها توب او حرف التي على نفس الفولدر اللي هو سورس ايمجز، اوكي بي ان جي كنترول زد مع الت. هلا في عندنا التوب والفرونت، في عندنا الفرونت هلا
وليكن هاي الصورة مثلا نياها كفرونت. شوف الفرونت تعطيك الارتفاع، هي الوحيدة الفرونت بهاي الصور اللي فيها الارتفاع. شوف الارتفاع كيف تبع الصورة وتبع هذه السيارة. اوكي، طبعا هذا الموضوع الموديلينج اللي بيعملوا الموديلر اللي بيعملوا الموديلينج بهمهم هذا الموضوع، هذا نسميه فرونت. اوكي، حسب تسميات مايا. تقدر تاخذ الرابعة والخامسة تخليهم عندك اذا بدك تفاصيل اكثر من الامام ومن الوسط ومن الخلف. على كل الاحوال انا اكتفيت بهذه المساقط، راح اكمل على المايا. بدي اروح اول شيء مباشرة بتأكد اني على التوب فيو مثلا، بروح على قائمة فيو. شوف لاحظ انه في عندنا منيو صغيرة على كل ويندو، روح على قائمة فيو وفي عندنا ايمج بلين امبورت ايمج. شوف مباشرة بيفتح على البروجكت اللي انت عامله وعلى السورس ايمجز، اختار منه توب فيو. احنا على التوب فاختار التوب، ومن الفرونت روح على فيو ايمج بلين امبورت ايمج، وبدنا الفرونت. اوكي، هاي من الامام، ومن السايد فيو اللي هي الجانبي، المسقط الجانبي امبورت ايمج. حط المسقط الجانبي اللي سميناه سايد اوبن. اوكي، خلصنا من المساقط، نرجع على البيرسبكتيف. البيرسبكتيف هون الشغل عليها الان. شوف بس تختار الصورة فيهم حيعطيك الخيارات على الاتريبيوت اديتور اللي هي الكنترول اي. اذا ما بينت معك اكبس كنترول اي تعطيك اياها. بدنا طبعا هون لما تبدا تشتغل الموديل الوضع مش مريح ابدا، بدنا المساقط يكونوا بشكل 100% على بعضها البعض. لاحظ انه هذا الامامي كبير، بدنا نصغره. بتروح على السكيل. طيب اذا هون كان صعب معك تختار الصورة، تقدر تكبس وتسحب على الصورة اللي بدك تختارها. هذه الصورة مثلا حجمها كبيرة، هاي المفروض التوب فيو. طبعا انا حكيت بالبداية انه الصورة بين الارتفاع فقط في الفرونت فيو، لا السايد فيو كمان بين فيها الارتفاع. على كل الاحوال الخطأ موجود، ان شاء الله نستطيع ان نصححه ونعترف باخطائنا. اوكي، اختار هاي الصورة واعطيها سكيل. سكيل تحت في عنا اهم شيء السنتر اللي هو بعدها عن الوسط، وفي عندنا الويدث والهايت. مكتوب الويدث والهايت 30 30، بقدر احط مثلا تجربه 15، حتلاقي انه صغرت لمستوى ممتاز هو اللي بدنا اياه هذا، ممكن 15.3. اوكي كويس، وبعدها عن السنتر. لاحظ السنتر هون موجود عندنا على شكل ارقام، تقدر تختار الرقم وتكتبه، وتقدر انك تحط المؤشر فقط. انا بدي اياها باتجاه، لاحظ هاي الزاوية باتجاه زد. اوكي، اكس واي اند زد، حط المؤشر على الاخيرة وميدل كليك بالكبس الوسط على الماوس، اكبس واسحب للاتجاه اللي بدك اياه. اكبس معاها شيفت بتصير اسرع، لا ما تكبس شيفت الافتر افكت. اوكي، اكبس باتجاه المحور زد. اوكي، هلا هادي الاتجاه اللي هو التوب فيو بدنا نعمل له دوران، روتيت. روتيت حول المحور واي. الروتيت روح مباشرة على التشانل بوكس، اسهل طريقة، وروح على روتيت واي وخليها 90، تصير بالاتجاه الصحيح مع السايد فيو. وبدنا نرجعها لتحت للاسفل. شو الحل؟ من الاتريبيوت نفس السابق اللي قبلها، وروح على السنتر اكس بدنا اياها باتجاه واي، حط المؤشر على واي واكبس واسحب تنزل لتحت. اوكي، والاخيرة اللي هي السايد فيو راح نرجعها للاتجاه حول اكس. اوكي، مباشرة تحط المؤشر وتسحب، حتلاحظ انه هلا امامك. لو بدأت تعمل الموديل رحت على البوليجونز ورسمت مكعب، حتلاقي انه المكعب لو كبست حرف 6 على الكيبورد حتلاقي انه مبين وتبدا ترسم. الان طريقة الرسم على الفيوز، بدك تستعمل الفور فيوز. اول ما تكبس على الفور فيوز حيعطيك
الشكل بكل الاتجاهات. في بعض الخصائص المهمة، الآن خلصنا تقريبا المعلومات الأساسية في هذا الدرس، لو في خصائص مهمة لو بدك تختار مثلا هذه الفيو، شوف أنت بترسم بالبرسبكتيف، مرات وأنت ترسم تلاحظ أنه صرت في أماكن مش مظبوطة، بتقدر أنك تشوف الإيمج هذول الإيمج بلينز فقط داخل الكاميرا. هاي الطريقة تختار هون على مثلا الفرونت فيو، اختار الكاميرا اللي كنا عليها، وفي عندنا اوبشن اسمها من ايمج بلين اسمها فوق، حتلاقيها ان اول فيو او لوكينج ثرو كاميرا. لو كبست لوكينج ثرو كاميرا حتلاقيها هي هاي بالذات اختفت من البيرسبكتيف وظلت موجودة عندنا بالفرونت فيو. لاحظ ان all views لو شلت عنها او looking through camera. انا بدي اختارهم كلهم looking through camera عشان تكون عندنا الموضوع هون. select camera لا side view in all view، اختار الكاميرا في هذه ال front view، اختار looking through camera، اختار image blend بعديها او image blend هاي لوكينج ثرو كاميرا، بتقدر تختارهم من البرسبكتيف. في كمان طريقة أو معلومة مفيدة اللي هي كلر اوفست وكلر جين، وفي عندنا الفا جين. الالفا جين بتقدر تختار الشكل مثلا لهاي الكاميرا، اوكي بتختار الالفا جين تنزلها، هتلاحظ انه عندنا الالفا صارت على شكل، يعني الآن لو كبست حرف 6 وانت فوق الفرونت فيو حتشوف المكعب هذا في داخلها. اوكي لاحظ هذول بتغيروا مع بعض، هون مختار الفرونت وهون الفرونت عشان ترجع وحدة هاي كانت سايد فيو. ارجع على بانل، بتصير طبعا هاي الاخطاء وانت بتعمل، روح على بانل وروح اورثوغرافيك، روح اختار منها سايد، او لا خليها فرونت، هاي اللي فوق خليها توب اورثوغرافيك وتوب فيو. اوكي مباشرة تختار هنا الصورة وتعدل عليها، سيلكت للكاميرا والف اجين، هتلاحظ انه بصير عندك تصير تشوف الاشكال خلالها. لاحظ هون اي تعديل بتعمل، مثلا انا بدي اعمل هلا سكيل باتجاه الارتفاع باتجاه واي، لاحظ انه ببين الارتفاع زي ما حكينا بالسايد فيو وبالفرونت فيو، بس ما ببين بالتوب فيو. لاحظ بالتوب فيو مش مبين معاك انه في فرق بالارتفاع. لو عملت سكيل باتجاه اكس حتلاحظ العكس، حتلاحظ انه السايد فيو ما فيه عليها اي، لانك بتنظر لها باتجاه الاكس بهذا من الجانبي، حتلاحظ انه ما في تغير. هون اكبس 6 ببين معك، هون اكبس 6. اوكي لو كبست بهذا الاتجاه حتلاحظ انه بتغير. اوكي على كل الاحوال هذه الطريقه الان تستطيع ان تبدا العمل والموديلنج. بكفي كلام في هذا الدرس، اول معلومه ان شاء الله بنشوفكم في دروس مقبله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عمر قنديل من دوت انسبكت، اهلا وسهلا.